صلفة عبد العزيز، نسلمه الدكتورة الفخرية. إذا أيضا له عضويات علمية كثيرة، عضو اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي في اسطنبول في تركيا، عضو رابطة شباب من أجل القدس، عضو في منتدى التعايش السلمي، وعضو مجلس العلماء في مؤسسة الزكاة والوقف والأعمال الخيرية، عضو المؤتمر التأسيسي لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في المغرب، ورئيس لجنة إحياء التراث في مؤسسة محمد السادس فرع ساحل العاج، وأيضا عضو مجلس الأمناء في الاتحاد الصوفي العالمي بدولة ماليزيا. إذا نقدم له أيضا درع الاتحاد. يشاركنا الأستاذ البروفيسور محمد خير الغباني هذا التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الأستاذ الدكتور محمد خير القباني، أصحاب المعالي الدكاترة العلماء الأجلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام التي هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى في البداية الذي جمعني بكم في هذا الصرح الأكاديمي العالمي المميز والذي يرعصه علم من أعلام الأمة متمثلا في شخصية الأستاذ دكتور محمد خير القباني الحسيني حفظه الله تعالى ورعاه. وحقيقة لا أدري من أين أبدأ للشكر، ولكنني أعرب أن خالص سعادتي وعظيم ابتهاجي لتواجدي بينكم بين العلماء في هذا المؤتمر المحفل المنور بما يحتدينه من شخصيات علمية بارزة من مختلف الدول الإسلامية والعربية، ونؤكد لجميع المشاركين العاملين في ميادين العلم والمعرفة أن أرض ساحل العاج كوت ديفوار خصبة ومهيئة لاستقبال الجامعات ومكاتبها وفروعها، ونحن بدورنا سنقوم بإذن الله تعالى للعمل في تسهيل إجراءات التأسيس وتفعيل نشاطاتها بقدر الإمكان إن شاء الله. أيها السادة، مشاركتنا اليوم في هذا المؤتمر الدولي 31 تعتبر قفزة نوعية فزة إلى جسر التواصل والتعاون بين معاهدنا والجامعات المشاركة من الدول العربية والإسلامية. وعلى هذا المنبر نجدد الشكر والتقدير لرئاسة الجامعة على تكريمي ومنحي درجة الدكتوراة الفخرية، وهذا التكريم مرحب به ويبقى دائما
محل تقديرنا وهذا التكريم المنور نعتبره تكريما لجميع العاملين في الدعوة والتعليم والتكريم ونشر روح التسامح والتعاون الإسلامي في إفريقيا. أجدد لكم جميعا الشكر وأسأل الله سبحانه وتعالى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، ولكل المشاركين منا جزيل الشكر والحمد لله في المبدأ والمعتم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شكرا للدكتور سيربا هكذا عبد العزيز. نعم نطقت الآن الاسم صح. Is it true the name سيربا عبد العزيز الدكتور؟ إذا هنيئا له بالدكتورة الفخرية، والشكر أيضا موصول لاتحاد الجامعات الدولي. تحية للدكتور مرة أخرى.